صباح الخير أصدقائنا الأعزاء، انظروا سيارات كثيرة. اليوم عندنا سوق شعبية، وها هي أمي ترجع. شو مام كوبيلة؟ ماذا اشتريت؟ فهمت، أمي ناسيت أن تأخذ الأموال. Це виробник росіяни, брат не буду. Буду Лінда, мурка, українські пошов, там якийсь гербіцид. Лінда, я тобі спеціально. اليوم ارتديت هذه الملابس لكي احسن معنوياتي ومزاجي. اشترينا سلومكا. لأننا سنذهب اليوم لزيارة أبناء أخي، كذلك اشترينا بذور عن بعد الشمس وفول سوداني مغطى بالشوكولاتة. سأريكم في البيت. أمي تماشي أمور. هذا الفول السوداني لذيذ جدا. اشتريت هدية لأخي كولا الذي سيحتفل بعيد ميلاده. اشتريت هذا الطبق الجميل للسلطة. تحضر أمي سلطة من الفيجل والخيار. وكشا أيضا يريد. تقلي أمي البيض لأبي وأبي يتناول الطعام. اشتريت بعض الفطائر لكل من أفراد أسرتي، أريد أن أسعدهم و يعني أجعلهم فرحين وسعداء. شهية طيبة. نأكل هذا بشكل نادر بسبب الحرب وتوفير الأموال. هكذا ساندويتش، شهية طيبة. اشترى كولا لأخي هذا الطحون الجميل. للفلفل. هذا الطحون صغير جميل. جميل، إن شاء الله سيفرح أخوه. والله نحن ضحكنا جدا لأن هذا الطحون صغير. رأيناه في الواقع عندما حصلنا عليه من البريد، من مكتب البريد. الآن نذهب إلى المزرعة. عثرنا على هذه الدراجة. أمي، وصلنا بسلامة إلى المزرعة. أمورتك، أمور يخبر أين بقدومنا كالعادة. أمي كنحلة دائما مشغولة. ما شاء الله، قبل سنة أهدى إلي كولا
هذه الزهور، انظروا في هذه السنة نبتت أيضا. سيقوم كولا بتطعيم الأشجار بهذه الأداة. ما شاء الله، سنتعلم كيفية تطعيم الأشجار. هذه العملية ممتعة، يعني شجرة الكماثرة يمكن أن نربطها بشجرة التفاح وبالعكس. قومي لتستريح قليلا. نفعل هكذا. واو، انظروا بهذه الطريقة تم قطع الغصن. ما شاء الله. أنا بكجي كل شيء. هكذا يتم التطعيم. كل بكجي. نو زنيمي نزاد دهنة. واو. جميل جدا. أها. رائعة. يجب أن نختار الأغصان تقريبا بنفس السماكة. جميل. لا أستطيع أن هكذا. Не видно. هكذا نلف شريط لاصق. انظروا هناك عصافير تبني العش. يواصل كولا تطعيم في أشجار أخرى. هذه الأعشاب رائحتها جميلة، بين رائحة ليمون و
ورائحة نعناع، لذلك سنجفف هذه الأوراق وسنستخدمها في الشاي، سنضعها في الشاي وسيكون لذيذا ومفيدا للصحة. وفنخل يمكن أن نضعه أيضا في الشاي. الآن نجلس في بيت أسرتي ونأكل. بعض الخضروات وبيت مسلوق. نغادر بيتنا ومزرعتنا. انظروا إلى شجيرة الليلك الجميلة. أتينا إلى الملعب. انظروا هنا يلعبون كرة القدم ونحن سنجري قليلا. أصدقائي انظروا، رأينا القنفذ. القنفذ الجميل. помаленько. Може на асфальті краще? Ано. Але асфальт не лягуна. السيارة مع عالم أوكرانيا. الآن سنتناول العشاء. سلطة ومعلبات سمك سوكمري وبطاطس مهروس. شكرا جزيلا نفرح لكل ما نملكه. هكذا نحن شعب بسيط. أصدقائي اشتريت باناكوتا حلوى إيطالية. هذا مسحوق، يمكن أن أحضر منه هذه الحلوى. وجبتان من كل كيس وجبتان بطعم فراولة. إذا سأعرض عليكم طريقة تحضير. ماذا مكتوب هنا؟ أحتاج إلى 200 مليلتر من الماء. أضيف إلى المسحوق ملعقتين أو 3 ملاعق من الماء المغلى وأخلط. بعد ذلك أضيف بقية الماء وأقلب. وبعد ذلك أصب في كوب وأضع في مكان بارد. الآن سأحضر الشاي. وعندنا هذه الشوكولاتة، سأريكم إياها. شوكولاتة من بولندا، حصلنا عليها من مساعدة إنسانية. هذا بالكراميل. لذيذ. مام تي بودش شاي؟ ني يا شاي ني بودو شوكولاتة. أها أمي تذوقي. فرومكا يا.
اها مشنام صوت من كراميلا جامدة مملحة الان سا اوه سا كراميلا وديشكي مبودا هناك لحظة هناك الرائحة زكية والآن أصدقائي سأحضر باناكوتا انظروا إلى هذا المسحوق سترون كيف أحضرها هذا المسحوق أضعه في الكأس أصب 200 مليلتر من الماء الساخن انظروا الماء المغلى لحظة لا وجمال شهية نظيفة لحظة كم 100 مليلتر والآن أخذ ملعقتين أو 3 ملاعق لا انظروا المسحوق الأبيض يصبح ورديا ما شاء الله ورائحة الفراولة قوية جميل هكذا أخلط والآن أضيف بقية الماء يجب أن يذوب كل هذا في الماء все повинно розчинитися سأقرأ لكم بالأوكرانية прочитаю українською отже потрібно нам що 200 мл води на один пакетик подавати у креманці прикрасивши ягідками отже, до суміші додати 2-3 столових ложки гарячої кип'яченої води та добре перемішати. Додати решту води, перемішати до повного розчинення. Залити у форми, дати охолонути і поставити в холодне місце для застигання. Заба амля? Ще повністю не розчинилося. Не хоче повністю розчинятися. Два блендера. Ні. Вабада залікаса особу газа філь акваб. Філь акваз. Ану, са астахдіму міляка ухра. أعرف لماذا تبقى هناك بعض الأكمام ليس أكمام بل كتلات يبدو لي هذه قطعة من الفراولة سما بوش ما توشك بولونيتي حسنا نصب أو هكذا للأسف الشديد هنا أكثر وهنا أقل أريد أن تكون الوجبتان
بنفس الحجم جيد. حسنا وبنفس الطريقة أكثر بقليل. أرجع. стає рожевим. وبعد ذلك سأضع باناكوتا في الثلاجة. هنا 4 وجبات من باناكوتا. سأنتظر حتى تبرد قليلا، بعد ذلك سأضع في الثلاجة حتى الصباح. أتمنى أن يكون لذيذا.